أهلا بكم إلى نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية تقدم مسيرا لطاقم السفينة على الطريق البحري بولاية مطرح. ومشاريع وابتكارات طلابية ضمن منافسات جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية لمحافظة الظاهرة. نظمت سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية مسيرا لطاقم السفينة على الطريق البحري بولاية مطرح. اشتمل المسير على مجموعة من الفنون التقليدية البحرية قدمتها موسيقى البحرية السلطانية العمانية. بعد عودتها من رحلتها الدولية الرابعة وفي مشهد يعكس مختلف الفنون العمانية وثقافتها العريقة الضاربة في القدم، سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية وبمشاركة موسيقى البحرية السلطانية العمانية نظمت مسيرا لطاقم السفينة على الطريق البحري بولاية مطرح. هذا المسير يأتي كشكر لجميع الجماهير التي استقبلت السفينة في هذا اليوم، وأيضا للطاقم السفينة. تقوم السفينة بتنظيم مثل هذه المسيرات في مختلف أنحاء المهرجانات عندما تشارك، وأيضا في سباقات السفن الشرعية الطويلة. مجموعة من الفنون الشعبية البحرية قدمتها موسيقى البحرية السلطانية العمانية من خلال مسير طاقم السفينة، مجسدة أهمية البحر كلغة تواصل بين شعوب العالم، مخلدة لتراث الأجداد وارتباط الإنسان العماني بالبحر على مدى العصور. مسير طاقم السفن هو من العادات العريقة في الدول الأوروبية، وهذه أول مرة قامت مسير لطاقم سفينة شباب عمان على أرض الوطن، ولنا الشرف أن نكون بين أخواننا وأبنائنا وأهلنا هنا في عمان. أنا من مملكة هولندا، سعيد بوجودي هنا في مسقط الجميلة خلفي سفينة شباب عمان، ومنظر جميع البحارة في هذا المسير في غاية الروعة. سعيد للغاية برؤية ما شاهدته. Are here in the city of Muscat, and it's really nice to see. سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية، ومن خلال رحلة صوار المجد والسلام شاركت في مسير طواقم السفن الشراعية الطويلة في العديد من المهرجانات والسباقات البحرية الطويلة في الدول التي زارتها هذا العام، محققة العديد من النتائج المشرفة مادة لجسور التعاون والإخاء بين شعوب العالم، امتداداً لحضارة عمان البحرية وتاريخها العريق. من خلال هذا المسير الذي يقوم به طاقم سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية، تكون بذلك السفينة قد اختتمت مشوار رحلتها الدولية الرابعة صوار المجد والسلام، لتبقى عمان دوماً مبعوثاً للصداقة والسلام مدى الأزمان. الملازم أول بدر بن حمود النعبي، محافظة مسقط. مشاريع وابتكارات طلابية ضمن منافسات جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية لمحافظة الظاهرة. اللجنة المركزية للجائزة زارت مدارس المحافظة ووقفت على هذه المشاريع الواعدة. لا يقتصر صيد الأسماك من البحر، فتحت هذا المشتل الزراعي بمدرسة أبو الدرداء للتعليم الأساسي بعبر حوض مائي لاستزراع الأسماك به أكثر من 500 سمكة، وهو عبارة عن مشروع أطلق عليه الأحيومائي، يستفاد من مخلفات الأسماك في زراعة أنواع من الخضروات، وهو من المشاريع التي تنافس في جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية. مشروعنا هو مشروع أحيومائي، استزراع سمكي واستزراع نباتي. طبعا الاستزراع النباتي بدون تربة يعتمد على التقنيات الحديثة في الزراعة، عبارة عن بيت محمي مجهز به سنسرات في حساسات لدرجات الحرارة. أما في مدرسة الرحاب للتعليم الأساسي فقد تمكن مشروع ظلال وارفة من تشغيل عدد من المكيفات والمراوح وشاشات التلفزة والمصابيح، وهو مشروع يعمل بالطاقة الشمسية، تستخدم فيه الطاقة المتجددة، تقدم برامج تدريبية وألعاب تربوية ومسابقات علمية. المشروع طبعا يتكون من يعمل بالطاقة الشمسية،
وشغل مجموعة من الأجهزة الكهربائية منها المراوح والمجموعة من المصابيح، كذلك شاشة للعرض ومكيفات تعمل بالماء. بمغزلي أنسج مستقبلي مشروع آخر نتوقف معه بالصعود إلى جبل السراة. استطاع هذا المشروع إحياء بعض الصناعة الحرفية المرتبطة بالأهالي من خلال توفير بيئة عملية تدريبية بأدوات حديثة تمكن الطلاب من تعلم صناعة الغزل والنسيج لتبقى هذه الحرفة حاضرة لدى الأجيال. طبعاً أهمية الحرفة، إحنا كنا بمحافظة على حرفة من الاندثار، إنها أحياء حرفة قديمة قام بها أجدادنا وأبائنا، وكنا إحنا بأحياء أهم الاندثار. وجد التنوع والثراء في المواضيع والقضايا التي عالجتها هذه المشاريع في محاور الجائزة الثلاثة، ومن خلال أيضا محاور التقييم التي تعنى بها الجائزة. غراس ومقهى بنت قيس وحدائق أسماء التعليمية والتراث الخالد وبكم نتقدم والكهرباء السدامة ونما ودعوة للمشي وورقة ترسم ابتسامة، مشاريع توزعت في محاور الجائزة الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي الثقافي والبيئي الصحي لمدارس المحافظة. محمد بن سعد العلوي من جبل السرى بولاية عبري محافظة الظاهرة. أخبار ثقافة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. فوز عالمين أمريكيين وبريطاني بجائزة نوبل في الطب لعام 2019. افتتح موسم نوبل للعام الجاري بمنح عالمين أمريكيين وثالث من بريطانيا جائزة نوبل للطب لاكتشافهم كيفية تكيف الخلايا مع تغير مستويات الأكسجين، مما يمهد الطريق لاستراتيجيات جديدة لمكافحة أمراض مثل الأنيميا والسرطان. فاز عالمان أمريكيان وثالث من بريطانيا بجائزة نوبل للطب لعام 2019 بفضل اكتشاف كيفية تكيف الخلايا مع تغير مستويات الأكسجين، مما يمهد الطريق لاستراتيجيات جديدة لمكافحة أمراض مثل الأنيميا والسرطان. وأعلنت الهيئة المانحة لجوائز نوبل فوز الأمريكيين ويليام كيلين وغريغ سيمنز بالجائزة مع البريطاني بيتر راتكليف. وقالت جمعية نوبل في معهة كارلونيسكا بالسويد التي تمنح الجائزة البالغة قيمتها 9 ملايين كورونا سويدية أو ما يعادل 913 ألف دولار، إن اكتشافات الفائزين بنوبل هذا العام أوضحت آلية واحدة من أهم عمليات التكيف الأساسية للحياة. وقال المعهد إن أبحاثهم وضعت الأساس لفهم كيف تؤثر مستويات الأكسجين على الأيض الخلوي والوظائف الفسيولوجية. وتابع البيان أن استشعار الأكسجين يعد أمراً أساسياً في عدد كبير من الأمراض، ولذلك تركز جهود مكثفة في المختبرات الأكاديمية وشركات الأدوية حالياً على تطوير عقاقير يمكنها أن تتداخل مع حالات مرضية مختلفة، إما عن طريق تنشيط أو تعطيل آلية استشعار الأكسجين. وجائزة الطب هي أولى جوائز نوبل التي تعلن كل عام، وتكرم الجوائز الإنجازات في مجالات العلوم والسلام والأدب، وتمنح منذ عام 1901 بناء على وصية ألفريد نوبل مخترع الديناميت.
40,000 دمية مصغرة على هيئة جنود معروضة على لوحة في مركز تجاري في مانشستر بشمال إنجلترا تسلط الضوء على محنة يواجهها كثير من الجنود البريطانيين الذين انتهت خدمتهم بإصابة. 40,000 دمية مصغرة على هيئة جنود معروضة على لوحة في مركز تجاري في مانشستر بشمال إنجلترا تسلط الضوء على محنة يواجهها كثير من الجنود البريطانيين الذين انتهت خدمتهم بإصابة. وتمثل الأشكال البلاستيكية الصغيرة عدد المحاربين الذين تقرر تسريحهم من الخدمة على مدى السنوات العشرين الأخيرة، ويقول منظم الحملة إنه ينبغي بذل المزيد لمساعدتهم. وسبعة من الأشكال التي وضعت في صدارة اللوحة المعروضة في مركز أرندل في مانشستر هي نماذج لمحاربين حقيقيين بترت أطرافهم أو أصبحوا مقعدين بعد أن خدموا في القوات المسلحة. وقال ميل ووترز الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيلب فور هيروز أو مساعدة الأبطال في بيان إن الإصابات أنهت مستقبل 40,000 جندي في 20 عاماً، وإن كثيراً منهم يخبرونهم بأن التحول الذي طرأ على حياتهم أثر بشدة على صحتهم وحالاتهم العامة وأسرهم. وخدم جنود بريطانيون في بلدان مثل العراق وأفغانستان وسيراليون على مدى السنوات العشرين الماضية. ووجد مسح أجري لصالح مؤسسة هيلب فور هيروز أن 70% من المصرحين يرون أن الانتقال إلى الحياة المدنية تجربة سلبية. ختام نشرتنا الثقافية تذكير بأبرز عناوينها. سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية تقدم مسيرا لطاقم السفينة على الطريق البحري بولاية مطرح. ومشاريع وابتكارات طلابية ضمن منافسات جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية لمحافظة الظاهرة. نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.